مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات على ارض مصر. بكون موجوده معاكم انا ساره الهلالي وحلقه يوم الخميس بنتمنى انها تحوز على رضا حضراتكم. اخترنا لحضراتكم النهارده موضوع مهم كلنا الحقيقه بنهتم بيه وبيغير شكل مصر في الجمهوريه الجديده. هنتحدث عن الحوار الوطني والانطلاق نحو الجمهوريه الجديده، وبتشرفنا للحديث حول هذا الموضوع دكتوره رندا الشافعي، عضو لجنه الحوار الوطني ودكتوراه في التسويق الإلكتروني واستشاري تطوير أعمال. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة يعني سيادة الرئيس بنفسه دعا لإجراء حوار وطني شامل حول أولوياتنا في هذه الفترة. زي حضرتك بتتابعي هقول تضافر جهات كتيرة جدا مع سيادة الرئيس لتنفيذ أو رؤيتنا للجمهورية الجديدة بالتعاون مع الشباب، ودي أهم حاجة الحقيقة بنلمسها في هذا التوقيت. خليني أقول لحضرتك بداية وانطلاق من إفطار الأسر المصرية في رمضان الماضي الذي دعا فيه معالي فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني و معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجمهورية الحديثة. بداية من هذه الأجندة انطلق الحوار الوطني. في البداية قد قام السيد معالي فخامة رئيس الجمهورية استعراض العديد من المحاور التي تؤثر على الإصلاح الاقتصادي في الجمهورية الحديثة، بداية من محور تعداد السكان وأزمة كورونا في الفترات السابقة، وأيضا بداية من الملف الخاص بحرب روسيا ضد أوكرانيا. وهذا الملف أثر على الاقتصاد العالمي وبشكل كبير جدا على جمهورية مصر العربية. فبالتالي دعا للحوار الوطني جميع الطوائف وليس فقط الأحزاب السياسية والأحزاب المعارضة أو الأحزاب المؤيدة، بل جميع طوائف الشعب من حقهم المشاركة في الحوار الوطني ليصبح المواطن المصري بطريقة فعالة وإيجابية مشارك في عملية صنع القرار وليس مستلقي للقرار. وتظافرا لهذه الجهود، لقد مرت الجمهورية الحديثة بهذه الأزمة منذ عام 2011، حيث بدأت من مشكلة الدعم الاقتصادي في هذه الفترة، بداية من زيادة عدد السكان، حيث كان عدد السكان ما يقرب من 80 مليون والآن أصبح 104 مليون. أصبحت هذه الزيادة السكانية هي التي تتحملها الجمهورية الحديثة. الزيادة السكانية كمان يعني بتأكل التنمية وتأكل كل المجهودات. إزاي بتشوفي إن إحنا نقدر نسيطر في هذا التوقيت؟ هل الحوار المجتمعي كافي؟ هل عملية التوعية والتثقيف ممكن تفرق؟ لأن إحنا يعني مؤشراتنا الاقتصادية في تحسن، وبرغم من ذلك إلا أن الزيادة السكانية تأكل هذا التحسن. بالفعل تأكله، لأن 20 مليون أو ما يقرب من حوالي 23 مليون زيادة في أعداد السكان تتحمله الدولة من أعباء يؤثر على جودة حياة المواطن المصري ومستوى معيشته، ويؤثر أيضا على جميع الخدمات التي تلقاها المواطن المصري. لذلك يجب من خلق برامج من التوعية لجميع المواطنين، especially المواطنين في القرى. لذلك تتشارك الآن جميع الأحزاب السياسية من خلال المحور، زي ما حضرتك عارفة طبعا أن الأحزاب السياسية وجميع التيارات تتناول ملف الإصلاح الاقتصادي ليس فقط من الجانب الاقتصادي، بل من الجانب السياسي والجانب الاجتماعي. طبعاً. وهناك العديد من الملفات تقدم في كل قضية على حدة، من كل حزب على حدة بجميع التفاصيل. فالتوعية على العالم كله، وبالرغم من ذلك حاولت مصر الصمود قدر المستطاع وتعتبر من الدول اللي قدرت أنها تصمد اقتصاديا أمام الجائحة. كمان الحرب أو المناوشات بين أوكرانيا وروسيا هنلاقي أنه كمان أثرت بشكل سلبي على دول كتيرة جدا، وبالرغم من ذلك برضو مصر بتحاول الوقوف. إزاي بتشوفي أن إحنا ممكن يكون تم تغيير فكرتنا في هذه النقطة؟ يعني بقينا بنتعامل بشكل ليس فقط رد الفعل ولكن بطريقة استباقية إلى حد ما لاحتواء المشكلات. إزاي بتشوفي جهات الدولة المتضافرة في حل هذه الأزمات؟ خليني أقول لحضرتك طبعا الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة اللي بقت موجودة في حياتنا، سواء كان هو غيرت أصلا من سلوك المواطن المصري.
غيرت من عاداته. المواطن المصري النهارده بقى بيتجه لجميع استخدام جميع وسائل الالكترونيه في الدفع الالكتروني او التسويق الالكتروني، فسلوك المستهلك بنفسه وفي سلوك المواطن اتغير بالفعل، بقى يستخدم جميع وسائل التكنولوجيا الحديثه. ده غير دلوقتي ان مفهوم الحوار الوطني ما بقاش شامل فقط على الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بل بالعكس هو شامل على مفهوم ايضا حوار وطني وقائم الان الى الدعوه الى التغيرات المناخيه، مفهوم التوعيه للتغيرات المناخيه، مفهوم التنميه المستدامه، طرح هذا المفهوم على الصغار والمبتدئين والمراه وفئات المجتمع المشاركه الطلابيه. فالان اصبحت الدوله تتعامل مع كافه المواطنين حتى الصغار والمبتدئين بشكل ايجابي من خلال منصات الكترونيه. فالان وهل التغير ده حضرتك شايفه ان هو يعني قدرنا ان احنا نوعي الجمهور بهذه النقطه، ولا لسه التحول الرقمي يعني مش الكل بيقدر يستخدمه بنفس الكفاءه؟ وحضرتك طبعا يعني تخصصك في التسويق الالكتروني. خليني اقول لحضرتك، لا بالعكس، المواطن بقى فيه اكثر من تطبيق الكتروني بيقدر يستخدمه، سواء كان للدفع الالكتروني، دفع الفواتير من خلال التسوق الالكتروني. صحيح. فاصبح الان المواطن اكثر تاهيلا وتدريبا على استخدام هذه المواقع، بل بالعكس احصائيا بالفعل نجح المواطن المصري في استخدام التطبيقات الإلكترونية برغم أنها يوجد لها العديد من السلبيات وده الطبيعي، لكن أيضا الدولة والجمهورية المصرية الحديثة عملت على تحسين البنية التحتية لسرعات الإنترنت لمواجهة المشكلات التي تنتاب عن استخدام التكنولوجيا الحديثة. فنحن الآن ننظر إلى الجمهورية الحديثة بمفهوم مختلف ومنظور مختلف، حتى أصبح هناك دورات توعية وتدريبات من وزارة الاتصالات لاستخدام تطبيقات التحول الإلكتروني للمواطن المصري البسيط. أيضا أصبحت الأحزاب والتيارات السياسية تقوم بندوات ودورات تدريبية في القرى والمواطنين وصغار المواطنين حتى تستطيع تمكينهم من استخدام التطبيقات. التحول الرقمي فرق في كل شيء، وأبسطها كمان التعليم، يعني قدرنا أن احنا نكمل اللي حصل برغم الجائحة وبرغم التوقف، إلا قدرنا أن احنا يتم التعليم عن بعد وغيره، ودي كلها أعتقد أن هي كمان كانت إيجابية. أنا هستأذن حضرتك أطلع لهذا التقرير وأعود للحديث عن مفهوم التسويق الإلكتروني وإزاي نقدر نستفيد منه في هذه المرحلة. نطلع لهذا التقرير ونعود لحضراتكم على طول. الرئيس برضو بيحاول بقدر الامكان يجمع كل القوى السياسيه والوطنيه حوالين الدوله، لان مش شرط مش حزب معين او فئه معينه، لا هو محتاج لكل القوى السياسيه تتكلم معاه ويفتح معاهم حوار. ربنا يعين سعاده الرئيس، وان ده موضوع كويس جدا، يعني ان نتلاقى الافكار عشان ما يبقاش في انشقاق او ما حدش يبقى ايه. طبعا الجماعه اللي هو بتبقى افكارهم متشدده شويه. فرصه لتصفيه الاجواء سواء السياسيه او الاجتماعيه، فرصه ان احنا نقرب من بعض اكتر، سواء الاحزاب السياسيه او سواء الشباب او يعني جميع اطياف الشعب المصري. يعني هي دي الديمقراطيه اللي احنا شفناها في عصر السيد الرئيس، في قامه السيد الرئيس السيسي، وهي دي الديمقراطيه اللي احنا فعلا محتاجينها، يعني ويدي له وسعه صدر لينا. يعني بجدد لقائي مشاهدينا الكرام مع دكتورة رندا الشافعي، عضو لجنة الحوار الوطني ودكتورة في التسويق الإلكتروني واستشاري تطوير الأعمال. أهلا بحضرتك مرة تانية. والحقيقة عايزة أتكلم برضو عن التسويق الإلكتروني وأهميته واربطه بالانتربرنور والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنه زي ما حضرتك عارفة أنه أي دولة بتحاول تنمو اقتصاديا بيكون في شقين، في مشاريع كبرى ودي مردودها بيكون طويل الأمد إلى حد ما، وفي مشاريع صغيرة متناهية الصغر هي دي اللي بتدر بالدخل السريع. ازاي حضرتك شايفة ان احنا قدرنا نستفيد من التسويق الالكتروني لدعم المشروعات المحلية او المشروعات الصغيرة زي ما انا قلت في البداية؟ انا هبدأ لحضرتك طبعا بمشروع المرأة الريفية الرائدة التي اصبحت الان تستطيع عرض منتجاتها البسيطة من خلال البوابات الالكترونية، وذلك من خلال الجهات الحكومية. ويوجد أيضا بوابة هيئة تنمية الصادرات التي يستطيع المواطن أيضا عرض المنتجات من خلالها. النهاردة كمان المواطنين، سلوك المواطن المصري نفسه اتغير في الشراء، أغلبيتنا بقى توفيرا للوقت والجهد
والقدرة على اتخاذ قرارات الشراء والمقارنة بين الأسعار في أكثر من بوابة إلكترونية لشراء حاجاتنا الاستهلاكية بقى بطريقة إيجابية وفعالة. استخدام وسائل الدفع الإلكترونية سواء كانت الكريدت كارد أو الماستر كارد لحاجة بتقدري تستخدميها. النهاردة مفهوم الشمول المالي بقى عند كل المواطنين. دفع الفواتير سواء الفواتير الخاصة بالمرور، حضرتك تقدري تعملي تظلم، تقدري حضرتك حتى لما بتدفعي المخالفة بتاعتك بتقدري ان انت تدفعي نص ثمنها لو عملتي التصالح الفوري. كل دي ايجابيات لاستخدام الوسائل الالكترونية سواء هي كانت تسويق الكتروني او دفع الكتروني. ايضا مفهوم الشمول المالي اصبح عند المواطن المصري البسيط، ان هو النهارده حضرتك لما بتدخلي على المخالفات بتاعت حضرتك بقت بتجيلك اس ام اس بيقول حضرتك العربيه بتاعت حضرتك عملت مخالفه. لو حضرتك دخلتي عملتي التصالح الفوري حضرتك بتدفعي بس نص قيمه المخالفه، وده بيخلق ايضا سلوك ايجابي لدى المواطن من السرعه في التصالح، ايضا بقى عنده وعي ودايما بيخلق كمان شفافيه وعدم يعني قطع علينا شوط كبير في فكره التظلم وغيره، لانه بيبقى كل حاجه بتشوفيها في ساعتها اونلاين طبعا. فده خلق كمان نقاط ايجابيه. احنا دايما كنا بنقعد لسنوات طويله في حين التجديدات للتصالح مع الدوله في حاله المخالفات، ولكن الان اصبح لدينا محفز ايجابي ان احنا نقوم بعمليه الدفع الفوري والتصالح مع الدوله في حاله المخالفات. وايضا ليس المخالفات بل تستطيع التعامل من خلال دفع المصاريف الالكترونيه للجامعات طبعا. المصاريف الخاصه بفواتير الكهرباء والمياه، كل هذه التصرفات تستطيع ان تقومي بها بطريقه الكترونيه وسهله وفعاله. فبالتالي ده يعني هو نجاح الدولة في وصول مفهوم الشمول المالي والدفع الإلكتروني واستخدام التطبيقات الإلكترونية، ونجاح المواطن أيضا في استخدامها بسهولة ويسر. صحيح، وده كمان الدولة شجعت بشكل كبير جدا الشباب، وكان فيه اهتمام كبير بريادة الأعمال. ولو شفنا الدول اللي قدرت أنها تنهض اقتصاديا فهي اهتمت بشكل كبير جدا بالانتربرنور أو برواد الأعمال الجدد. كيف ترى مساندة الدولة لهؤلاء الشباب؟ الحقيقة أنا شفت ده بنفسي في منتدى شباب العالم هذا العام، أنه كانت هناك ورشة عمل خاصة لمدة 5 أيام خاصة بريادة الأعمال وعرض العديد من التجارب الناجحة للشباب المصرية في مشروعات ريادة الأعمال الصغيرة. والآن أصبحت هناك العديد من الجهات الحكومية تقوم بتدريب هؤلاء الشباب وتقوم بالعديد من المبادرات للمشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب لريادة الأعمال. وأيضا الفرق بين مفهوم ريادة الأعمال ورواد الأعمال، لأن الآن الشاب كان لا يستطيع أن يفهم، لأن رائد الأعمال يستطيع أن يكون لديه الخبرة، هي ليست فقط الخبرة بل يجب أن يكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية. صحيح. القدرة على التفكير خارج الصندوق، وبقى في كمان تدريب ليهم، يعني في كمان تدريب ليهم علشان يكون يعني من رواد الأعمال الناجحين. كان بقى في تعاون وتعامل لتدريبهم بشكل إيجابي، أصبح هناك العديد من ورش العمل، أصبح هناك العديد من تدريبهم وتأهيلهم، إعطائهم فرصة دراسة مشروعات التي يتقدمون بها لريادة الأعمال بطريقة إيجابية وفعالة، وتوفير أيضا القروض لهم بناء هذه المشروعات ولمساندتهم في استكمالها والنهوض بها. دكتورة رندا، الأزمة الاقتصادية الحقيقة يعني ليست وليدة اللحظة، احنا كان علينا ضغوطات كتيرة جدا. أقدر أقول منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني القيادة السياسية للبلاد، وكان عديد والعديد من الملفات المثقلة أمامه، منها الملف الاقتصادي. إزاي حضرتك بتتابعي أهم إجراءاتنا كدولة مصرية لنقدر نقول التنمية الاقتصادية أو لتدمير هذه الأزمة والبحث عن مستقبل أفضل؟ خلينا ننطلق ونرجع شوية لورا منذ عام 2011 حيث بدأت الأزمة الاقتصادية، وكانت هناك العديد من المشاكل الاقتصادية في هذه الفترة. انطلقت بعدها الانتخابات الرئاسية، ومن ثم بدأ الجهود التي استمرت لمدة 2 على التوالي للإصلاح الاقتصادي. وقد أقام الرئيس وناشد بجهود المواطنين في هذه الفترة للقضاء على عوائق الإصلاح الاقتصادي الذي استمر 2، وذلك بتوافر جهود المواطنين الذين استطاعوا القيام والنهوض بالجمهورية الحديثة ومساندة الدولة المصرية. وهذا ما هو يحدث الآن من قبل الحوار الوطني، بل أيضا أصبح هناك توعية لجميع الفئات حتى الصغار المبتدئين
الشباب المرأة التي أصبحت الآن مشاركة في جميع المجالات، أصبح هناك توعية أيضا بمفهوم التنمية المستدامة الذي كان يغيب عن البعض والكثير. أصبح هناك توعية عن العملية الانتخابية، الحس السياسي لدى الشباب، التعاون مع الجامعات، العديد من الندوات، العديد من المنصات الإلكترونية لتوعية الشباب وجميع الفئات في المجتمع الآن. صحيح. أستاذة حضرتك نطلع لهذا التقرير ونعود لحضراتكم على طول. سيادة الرئيس السيسي إن هو يفتح الحوار مع جميع فئات الشعب بأطيافه كلها، معارضين وكل الناس يعني، بحيث إن يبقى نوصل لنقطة اتفاق تدفع البلد لقدام. مصر كبيرة جدا، والحوار الوطني لو استمر على هذا المنوال اللي ماشي عليه أنا متأكدة إنه إن شاء الله هنوصل لأفق أرحب ما بين المواطن العادي البسيط الصغير وما بين أكبر رأس في الدولة. فرصة لكل الناس، مش لكل المواطنين، مش الشاب المتعلم، مش المسؤول، مش الراجل اللي قاعد في مكتبه ومسؤول عن منصب معين، لا، هي فرصة حقيقية لكل الأحزاب، لكل القيادات السياسية، لكل المواطنين، لكل البسطاء إن يوصلوا صوتهم. عندنا فرصة حقيقية إن احنا نعمل حوار وطني يليق بمصر، حوار وطني يودينا لنقطة مختلفة، يصنع حالة من الحريات الفترة الجاية. الديمقراطية، إن يبقى في مثلا كذا طائفة أو كذا تفكير مختلف، الرئيس يقعد معاهم يشوف ده إيه مثلا، تفكيره فين، ده بيفكر في إيه، وحلو الحوار بيبقى جميل أصلا، بحيث إن كل الأطياف تبقى موجودة، بحيث إن كل واحد يقول أحسن ما عنده أو الأفضل، فده كله في الآخر بيبقى راجع لمصر بحاجة كويسة، فطبعا دي خطوة مهمة أول رئيس عملها. بنعود لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وخلينا نتحدث إنه الحوار الوطني حول النهضة الاقتصادية ومحاولاتنا المستميتة للنهوض بالاقتصاد في الحقيقة إيجابيات كبيرة جدا، وفي مساندة كبيرة من الشعب للمتخذين القرار، ولكن كمان في مقاومة التغيير أحيانا. إزاي حضرتك بتشوفي ده، وهل ده يتغير بالحوار الوطني؟ خليني أقول لحضرتك، أي طبيعة بشرية بيحصل فيها نوع من أنواع التغييرات دايما بيبقى فيه نوع من أنواع المقاومة، لكن احنا النهارده بننزل لمستوى المواطن البسيط. الاحزاب السياسيه النهارده ما بتتكلمش مع ناس في المدن وبس، لا، ده بتنزل على مستوى الشباب في المحافظات بحملات توعيه في جميع المجالات. ايضا بتشعر بالمواطن بان الاصلاح الاقتصادي ليس فقط يتعلق بالجانب الذي حدث فيه هو انخفاض للنقد الاجنبي وظل الاحتياط العيني كما هو الازمه الاقتصاديه 2011، لا، بل تنزل لمفهوم اقل من ذلك، تنزل الى ملف الغارمات، تنزل الى المواطن المصري البسيط، لمفهوم تحسين جودة خدماته، تحسين مستوى معيشته، فبالتالي حتى يشعر أنه يصله الإصلاح الاقتصادي، فليس الإصلاح الاقتصادي خاص بالدولة فقط، بل أصبح الآن الفرد يشعر أنه جزء من التغيير سيجعله مرة أخرى لتحسين مستوى معيشته ورفع جودة الخدمات اللي هو بيتلقاها، سواء كانت في التعليم أو في الصحة أو في مفهومه للتنمية، مفهومه للتغيير المناخي. يعني النهاردة من ضمن الندوات اللي بقت بتقوم للتوعية للمرأة الريفية إزاي إن هي تقدر تقلل وتراشد من استهلاكها في الطاقة. هو عموما في اهتمام بالمرأة أو بتوعية المرأة إيمانا منا جميعا إنه هي محور الأسرة المصرية، ففكرة ترشيد الطاقة وتوعيتها، فكرة توعيتها بتحديد النسل، فكرة توعيتها بتعليم الإناث مثل الذكور، الاهتمام بصحتها و100 مليون صحة اللي جزء كبير جدا يعمل من أجل المرأة المصرية، أعتقد كل دي إيجابيات وبتعود مش بس على المرأة ولكن على المجتمع ككل. دي حقيقة، والنهاردة المواطن البسيط بدأ يشعر بهذه الخدمات، هذه الخدمات أصبحت بتوصل للمواطن، فبالتالي المواطن بقى بيشعر بمردودات ونجاحات الإصلاح الاقتصادي التي تعود عليه. من الملفات اللي كانت مهمة واللي اتحل منها جزء كبير الغارمات، اهتمام الدولة بقضايا المرأة ومشاكلها الاقتصادية البسيطة بداخل الأسرة المصرية من ضمنها كان ملف الغارمات، ازاي تم تحسينه في الفترة دي؟ وانا عارفة ان حكي عندك معلومات مهمة عن هذا الموضوع. خليني اقول لحضرتك ان معالي رئيس في افطار الأسرة المصرية الذي ناشد فيه بضرورة عن زيادة تحديد اعداد وزيادة الاعداد الخاصة بالغارمات،
وذلك حتى يتسنى للشخص الذي قضى حياته فترة طويلة داخل السجن بسبب بعض المخالفات المالية أو بعض الإيصالات التي كان في حوزته ضد شخص آخر، أصبح الآن جزء فعال في المجتمع وأصبح يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية مع أسرته بفضل مجهودات السيد معالي رئيس فخامة الجمهورية، معالي فخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوليه هذا الملف بطريقة إيجابية وفعالة وتحفيز جميع القيادات الدولة ومجلس الوزراء للعمل على هذا الملف بصفة خاصة. صحيح. من وجهة نظرك الفترة اللي جاية المفترض، يعني احنا عندنا نقاط قوة مهمة علينا العمل عليها والتركيز عليها ونقاط ضعف، ايه اللي حضرتك شايفة ان احنا المفروض نركز عليه او يكون على اولوية اجندتنا الفترة القادمة؟ عندنا احد النقاط هما النقطتين الرئيسيتين في الاصلاح الاقتصادي، وهو النهوض بالبورصة المصرية وملف الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي والاعتماد على المنتج المصري. هذان الملفان هما الملفان الرئيسيان في عملية الإصلاح الاقتصادي في الجمهورية الحديثة الآن، والملفين الرئيسيان تتناولهم الآن جميع الأحزاب والتيارات السياسية بطريقة إيجابية وفعالة ودقيقة جدا جدا جدا، وتتفاعل معهم الأكاديمية الوطنية بطريقة إيجابية، ورفع التقارير والجلسات ما زالت مستمرة للوصول إلى أعلى كفاءة في هذه الملفات. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة رندا الشفعي، عضو لجنة الحوار الوطني ودكتوراه في التسويق الإلكتروني واستشاري تطوير الأعمال، بشكرك. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا النهاردة، بتمنى أنها تكون حازت على رضا حضراتكم، ألقاكم على ألف خير ودائما وأبدا تحيا مصر. شكرا وإلى اللقاء.